الاتحاد الدولي بقى للكرة الطايرة، شوفوا بقى مين ملوك الصلاة ومين عفاريت الصلاة. الاتحاد الدولي للكرة الطايرة بيختار الكابتن أحمد صلاح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بين أفضل 100 لاعب في العقد الأخير. الاتحاد الدولي للكرة الطايرة سلط الضوء على مسيرة أحمد صلاح لاعب الأهلي، وقال في تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي إنه ال 11 لاعب نجحوا في إبهار الجميع بمستوياتهم الرائعة وحققوا العديد من البطولات والألقاب الفردية، ونجحوا في إلهام جيل بكامله من اللاعبين الصاعدين. أحمد صلاح عبد الحي المعروف باسم صلاح قضى السنوات العشر الأخيرة في رفع التوقعات للكرة الطايرة المصرية، ده موقع الفيفا موقع الاتحاد الدولي للكرة الطايرة اللي بيقول اللاعب المولود في القاهرة صاحب الرقم 4 استفاد من قيمته كأفضل لاعبي مصر وقائد المنتخب لقيادة الفراعنة لمزيد من النجاحات في الفترة الأخيرة. زي ما بيقول تقرير الاتحاد الدولي قاد صلاح منتخب مصر إلى كأس العالم 2019 في اليابان، ولكن المنتخب المصري فشل في حجز مكان في الألعاب الأولمبية في طوكيو، وصلاح لعب 10 مباريات طوال مشاركاته في الأولمبياد، وهو الآن يسعى لنقل هذه الخبرة أو التجربة إلى اللاعبين الصغار ليتطوروا. في كأس العالم 2015 أحرز صلاح 230 نقطة ليتوج بلقب هداف بطولة العالم. أقوى ضارب في العالم. أقوى ضارب في العالم. طبعًا. بص يعني إلى هواة التصنيف أدي المعايير الموضوعية طلعوا لنا من أسطورة الصلاة.